السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن تفسير سورة الفاتحة، وعنوان الحلقة تفسير جديد لم تفسر سورة الفاتحة مثل التفسير من قبل، وهكذا يفسر القرآن. هاي طريقتي أنا بتفسير آيات القرآن وصور. بدي أورجيكم إيش أحباب الله كيف بفسر القرآن أنا من القرآن ذاته، وكيف بفهم الآيات بالكلمة الواحدة. فهمتوا علي أحباب الله؟ خلينا نبلش الحلقة. الآية رقم 1، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ليش إحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليش ما نقول مثلا بسم الله العزيز الحكيم، بسم الله الحي القيوم، بسم الله الواحد القهار، أو بسم الله العزيز الغفار؟ يعني ليش بس بسم الله الرحمن الرحيم؟ شو السبب؟ بدي أبين لكم أحباب الله، هذا علم التفصيل اسمه، أنه أول آيات أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي سورة العلق، بدايتها قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طب ما بقول اقرأ باسم ربك، طب ما اسم رب، يعني رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما هو اسم ربنا؟ سورة آل عمران 51 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهمت يا أحباب الله؟ طب ما هو اسم ربك الذي خلق وخلق الإنسان؟ لأنه إيش مربوطة ببعض. بقول لك إيش، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني من هو الذي خلق، وتحديدا حدد خلق الإنسان، من هو الذي خلق الإنسان؟ وتعالي أحباب الله، بنيجي أحباب الله على سورة الرحمن من آية 1-4، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الرحمن علم القرآن، مثلا الرحمن خلق الإنسان. إذا إحنا بنقول إيش أحباب الله؟ بسم الله الرحمن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، اسم ربنا الله، يعني بسم الله الذي خلق وخلق الإنسان، مين هو؟ الرحمن. إذا بسم الله الرحمن. دائما أحباب الله الرحمن لا تأتي إلا بالاسم الرحمن لحاله أو مقرونة مع الرحيم. يعني لم تأتي كلمة الرحمن أو اسم الله الرحمن إلا لحالها، أي الرحمن، أو كما كالآيات التالية. سورة البقرة 163 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وسورة فصلت آية 2 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ونفس الشغل يا أحباب الله، سورة الحشر 22 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إذن الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم إجت في أول آية نزلت، على أول آيات نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إذن لا يجوز وضع أي آية أخرى بدون بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد لله؟ وبماذا ولماذا نحمده؟ بنقول سورة الأنعام، مشان تفهموا أحباب الله، القرآن الكريم فيه تبيان وتفصيل كل شيء. بنيجي نقول سورة الأنعام 1 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني لازم يجب على كل واحد مؤمن أن يحمد الله، لأن الله خلق السماوات والأرض. هاي أول شيء، نحمد الله على خلق السماوات والأرض، وعلينا حمد الله أنه جعل الظلمات والنور. يعني لولا الظلمات والنور كان واحد ما بنام، ما بصير هذا المفاعل، هاي العملية الكلوروفايتية اللي هي النباتية، بصير يطلع منها مثلا الأكسجين، وبالليل ثاني أكسيد الكربون من الظلام، لأنه لا بحاجة للظلمات. والنور، بدون النور ما بصير ضوء الشمس تسوي إيش، يعني بدون نور الشمس، ضوء الشمس بدون الليل لن يكون إنسان مخلوق على وجه الأرض.
الإنارة مهمة جدا. فبنحمد الله على خلق السماوات والأرض، بنحمد الله لأنه جعل الظلمات وجعل النور. سورة الأنعام 45 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني بنحمد الله سبحانه وتعالى عندما الله ينصرنا على القوم الظالمين، على أعدائنا، أعداء الدين. قلت لي إذا بتعرف أنت بتصلي بعد الركوع بتقول سمع الله لمن حمده، يعني الله لا يسمع إلا لمن يحمده. فأنت لما تحمد الله على النعم اللي ذكرتها المذكورة في القرآن الكريم بتقول أنت الله راح يسمع دعائك. قلت لي يا أحباب الله، بنيجي هون كمان بنحمد الله على إيش؟ سورة الكهف 1 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعني بنحمد الله عشان الله أنزل الكتاب على عبده، لولا ما اهتدينا. قلت لي يا أحباب بالله، سورة الإسراء 11 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. احنا بنحمد الله انه لم يتخذ ولد، لانه اذا كان الله عنده ولد بدك ترضى الله ولا ترضى ابنه، واذا اختلفوا الاثنين كيف ترضي هذا ولا هذا؟ ولم يكن له شريك في الملك نفس الشغله، واحد شاركه في الملك، الله يريد شيء وهذا يريد شيء، اي واحد بدك تعطيه؟ واذا اثنين طلبوا منك شيء اثنين مختلفين راح تتعذب منهم وتتعذب منهم. وبنحمد الله انه لم يكن له ولي من ذل، حاشا ان الله يوالي واحد ويمذل وبنكبره تكبيره. بسورة النحل 75 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. يعني هو ضرب الله مثلا عبد مملوك ما بيقدر يسوي على شيء، واحد رزق الله من عنده رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. انت لما تقول من هذا الشخص الله برزقك من عنده رزق حسن وانت تنفق فيه سرا وجهرا تحمد الله على النعمه هذه، يعني مع نعمة المال اللي تنفقها في سبيل الله وما بتبخل عن الزكاة والصدقة والنفقة. كمان أنواع الحمد، سورة إبراهيم 39 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يعني الله سبحانه وتعالى الواحد بيحمد ربه لما الله يرزق أولاد بالكبر أو بالصغر، وإن ربي لسميع الدعاء لأنه سيدنا إبراهيم حمد الله على ايش؟ انه الله وهب له على كبر اسماعيل واسحاق. وانت لما تحمد الله الله راح يسمع منك، عشان سمع الله لمن حمده. سيدنا ابراهيم حمد ورب العالمين سمع الدعاء. سورة الاعراف 43 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تكون الجنة الأول تطلبوها بما كنتم تعملون. يعني الواحد بيحمد الله سبحانه وتعالى لأنه الله هدانا للإسلام وللإيمان، ولولا الله هدانا ما كنا نهتدي. فهمت علي يا أحباب الله؟ هسه سورة يونس 10 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني آخر دعاء للمؤمنين مدخل الجنة أن الحمد لله رب العالمين. بداية الدعاء الحمد ونهاية الحمد. السعب سورة النمل 15 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يعني أنت بتحمد الله لما الله أعطيك علم، وتحمد الله عشان الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين بالصحة بالمال بالجاه بالدين بالإيمان بالعلم. الله سبحانه وتعالى إذا بتحمده راح يسمع دعائك. سورة العنكبوت 63 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. تحمد الله على نعمة إنه الله سبحانه وتعالى راح يحيي الأرض بعد موتها وكذلك يحيينا، وبتحمد الله على هالنعمة. سورة فاطر 1 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تحمد الله لأنه فطر السماوات والأرض، وتحمد الله لأنه جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وبتحمد الله أنه يزيد في الخلق ما يشاء، وبتحمد الله إن الله على كل شيء قدير.
بصورة فاطر 34 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يعني بالجنة بس تدخل الجنة تحمد الله إنه أذهب عنك الحزن، ونفس الشيء اللي بعد المصائب والمشاكل والهموم إذا بصيبك الحزن الله بيذهبوا عنا، فأنت بتكون إيش؟ تحمد الله عليه، بتكون تعرف إنه ربنا غفر ذنبك، وأنت بتكون شكور لله سبحانه وتعالى، فالله بيكون ربنا لغفور شكور، بغفر لك وبشكر عملك. ولئن شكرتم لأزيدنكم. سورة غافر 65 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. يعني تحمد الله على نعمة الله حي لا إله إلا هو ما في إلا هو، ومطلوب منك الدعاء، وبداية الدعاء تقول الحمد لله رب العالمين. طب من هو رب العالمين الذي نحمده كل حين؟ قل الحمد لله بل نعرف رب العالمين. سورة الشعراء 15 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففرت منكم لما خفتكم فواهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجدون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذا رب العالمين أحباب الله. بنيجي بعديها بتفسير سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وتركوا مقرونات البعض دائما الرحمن والرحيم مقرونات البعض مالك يوم الدين من هو مالك يوم الدين. سورة غافر 16 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يعني مالك يوم الدين هو الله الواحد القهار. سورة الفرقان 26 بقول لك الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذن لمن الملك؟ مالك يوم الدين هو الرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. سورة الحج 56 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. إذن تقول مالك يوم الدين من هو الله الحق الواحد القهار. إياك نعبد وإياك نستعين. كيف نعبد الله؟ سورة غافر 60 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن شو معنى العبادة؟ من العبادة الدعاء. أي واحد يستكبر عن دعاء الله فهو لا يعبد الله، استكبر عن عبادته. يعني الدعاء هو الحاجة، دائم الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. هاي من أجزاء العبادة إياك نعبد. سورة البقرة 285 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. العبادة هي السمع والطاعة في أوامر الله والإيمان بما أمرنا أن نؤمن به والابتعاد عن ما نهى. فهمتوا يا أحباب الله؟ عشان هيك سورة النور 51 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كلمة سمعنا وأطعنا، صلوا الصلوات الخمس سمعنا وأطعنا، صوموا رمضان سمعنا وأطعنا، حجوا البيت سمعنا وأطعنا، زكوا تصدقوا أنفقوا سمعنا وأطعنا، بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بر الوالدين من طاعة الله ومن عبادة الله. فهمت علي أحباب الله؟ هسا سورة النحل 36 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذا أي واحد بيعبد الله بيجتنب الطاغوت، ما بطيع لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فهمت علي أحباب الله؟ هاي العبادة
أولها الطاعة ثم الدعاء. وسورة العنكبوت 36 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى مد أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عبادة الله هي الإيمان في كل أوامر الإيمان وأركانه، والإسلام وأركان الإسلام، وأيضا أن لا يعثوا الواحد في الأرض مفسدين، من المفسدين ما يسوي فساد في الأرض. فهو لما تلاقي كل الأنبياء لما يقول مثلا سورة الأعراف 85 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى مد أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. هون عبادة الله مقرونة بإيش؟ بالطاعات والابتعاد عن منهى رب العالمين. فهمت علي يا أحباب الله؟ طيب كيف نستعين بالله؟ سورة البقرة 45 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني نستعين بالله بالصبر وبالصلاة. ونفس الشيء في سورة البقرة 153 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آيتين تقول لك استعينوا بالصبر والصلاة. إذا إياك نعبد عرفنا كيف، وإياك نستعين بالله بالصبر وبالصلاة. طيب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مين هم هذول؟ سورة النساء 69 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآية أخرى موجودة في سورة مريم 58 وفيها سجدة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبكيا فهمت علي أحباب الله؟ وبكيا يعني صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب هسه عم نيجي أنا بقول لك برضو من إيش دليل على ذلك بصورة الأنعام 125 و126 مشان نعرف صراط المستقيم. قال تعالى: بسم الله، يعني صراط المستقيم، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. قلت عليها ولا؟ يعني الصراط المستقيم بدايته